ماشي سيد أكشات، هذا كل شي بيلزمنا. جدان ليكي، بعرف انك صرتي ام من جديد واكيد بتكوني متحمسه كثير. نحن هلا رايحين نعطي اللقاح للطفله، بس مو رايحين على شي رحله ماشي؟ ما في داعي لكل هدول، ليش حاطه كل هالشغلات؟ استاذ اكشات زوجي المحترم، انت جديد على الوضع، خليني فهمك شوي. طبيعي تكون خايف ومتوتر، هي الشغلات كتير ضرورية، لهيك لا تضل تنق كتير، انت خلي هالامور علي، واذا بنتنا احتاجت اي شي بيكون كله موجود معنا. هلأ كل هدول الأغراض ضرورية؟ طيب ليش؟ طبعاً كلها، بعد شوي خليني أشرح لك. طلع أبوكي ما بيعرف أي شيء. شايف هالعلبة؟ هي ممكن كتير إنه تحس بالجوع على الطريق، فنحن لازم إنه نطعميها، لهيك ضروري ناخدها معنا. طيب هلأ نحن إذا طعميناها أكل قاسي هي ما رح تقدر تهضمه، هي بحاجة حليب. ايه صح حليب، لهيك أنا أخذت أصغر قنينة قدرت لاقيها لأعمل لها حليب، إذا هي جاعت بتكون موجودة. بس مثل ما انت بتعرف انه هي كل ما اكلت من هدول الشغلات بحس انه معدتها تخربطت وبتمرض، وممكن كمان انه فجأة يصير معها اسهال وتحتاج لدواء، لهيك هذا كمان ضروري. هدول هنن كلهم، وفي شي مهم كتير، بدها تاخد اللقاح وتنوجع واكيد رح تبكي، مشان هيك لازم ناخد لها شوية العاب لنخليها تلتهي فيهم، وهدول هنن كل شي. انت بتعتقدي انه هدول الاغراض كلهم لازم تكون موجودة معنا وهنن ضروريين؟ بس أنا كيف ممكن إني أحمل هالأغراض كلها؟ هدول كتير كتار، حتى الشنتاي مستحيل تنسعون. لحظة شوي. إيه؟ أنت لما بتروح على النادي لتلعب رياضة وأنت عم تتدرب ما بتحمل أثقال؟ هني كيف بتحملهم؟ التدريبات تبع النادي مو نفس الشيء جدان. طيب. ليكي اسمعيني جدان حبيبتي، نحن هلا رايحين كرمال نعطي لقاح، خلال ساعة بس بوعدك إنه تكوني صرتي بالبيت. ليش نحن بدنا نحتاج هاي الشغلات مشان مشوار ساعة زمان؟ حبيبتي سمعتي شو قال؟ أبوكي شايف إنه الأغراض المهمة تبعك هدول بشكله عبء عليه. هلأ هيك أنت رأيك؟ ليكي شو عم تحكي؟ بدنا بيلزمك كل هدول الشغلات وأنت بتقول عن هالشي. ليكي شوفي ما تستغليني وتبلشي حكي. أنا عم استغلك؟ شو أنت مفكرني بلا عقل؟ ولا ما بتستوعب كل هدول الشغلات؟ أنا ما قلت شي من هاد. إيه مزبوط، أنت فهمتيني غلط. أنا فهمتك غلط مو هيك؟ أنت يلي ما فهمت علي أبداً ولا حتى فكرت ببنتك. اسمعني لقلك، هذا الموضوع ما بدي أحكي فيه بنوب وما في حجج، فهمني كتير منيح. إذا أنت بدك تجي معنا لازم أنك تحمل كل هدول الشغلات معك، وإذا ما بدك فيك تروح وتقلن جاية أخذ اللقاح بدل بنتي. يلا شو؟ أنا رايحة. يا بنتي ما عادت عارفة مين بيكون الأصغر فيكن، أنتي ولا أمك؟ على كل حال هلا هي متضايقة مني وأنا لازم لاقي طريقة لحتى راضيها.